السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين. طبعا لما أشرقت شمس الثورة بنهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي في إيران، يفتخر الإيرانيون أنهم هم الوحيدون بالمنطقة تقريبا اللي تقام عندهم انتخابات كل سنتين، انتخابات تشريعية وأخرى رئاسية، في ظل أوضاع بالمنطقة متوترة جدا بانتقال السلطة، فماكو مكان للتوريث أو لا صوت يعلو لصوت الدبابة بالحكم أو السلطة، ومو حتى السيطرة على الإذاعة والتلفزيون وإعلان رقم واحد كفيلة بأهليتك للحكم. طبعا اتجه الإيرانيون هذا صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع المنتشرة بالمحافظات الإيرانية والعاصمة الإيرانية طهران لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى اللي نسميه إحنا البرلمان، وأيضا اتجهوا لاختيار ممثليهم في مجلس القيادة اللي هو يعتبر أعلى سلطة أو هيئة سياسية في الجمهورية الإسلامية. اليوم قناة الأيام تواكب الانتخابات الإيرانية، راح نعرف الكثير من التفاصيل حول هذه الانتخابات المهمة جدا واللي اجت في وقت حساس في المنطقة وفي إيران، وتعرفون شنو تأثير اليوم إيران بمنطقة الشرق الأوسط، بل حتى عندها تأثير كبير جدا بالمسائل الدولية. طبعا قبل ما نبدأ تغطيتنا لهذا اليوم ننتقل لهذا التقرير وراجعين. منذ الثامنة صباحا انطلقت عملية الاقتراع وتستمر حتى المساء. أول المقترعين في إيران هو القائد الذي بدأ بعملية الحث على المشاركة بشكل مبكر وقبل عدة أشهر، لأن نسبة المشاركة أصبحت هي المنطقة المستهدفة من قبل الإعلام المعادي الذي يقيس شرعية النظام من خلال حجم الإقبال على الصناديق بمعزل عن النتائج. نحو 61 مليون مواطن إيراني يحق لهم التصويت، وتتقسم هذه الأعداد إلى 50% من الذكور و 50% من الإناث. فمنذ الدورة الأولى حتى هذه الدورة بنسختها 12، يحق للمواطن الإيراني أن يدلي بصوته في أي محافظة أو منطقة يتواجد فيها يوم الاقتراع على أن يصوت للمرشحين من تلك المدينة، وهذا ما يساهم في تسهيل العملية، والمستمسكات المطلوبة هي الجنسية فقط. إذن إيران أمام استحقاق انتخابي آخر، وبالرغم من أن النظام السياسي الإيراني هو نظام رئاسي، لكن لا تقل الانتخابات النيابية عن الرئاسية أهمية، فللبرلمان دور فعال في رقابة الأداء الحكومي والتشريع في السياسة الاقتصادية وحتى الخارجية. وما يضفي عليها أهمية هو أن التجربة تقول التيار الفائز في البرلمان سيفوز في الرئاسة أيضا. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين أو بدينا بهذه التغطية المهمة حول الانتخابات الإيرانية. طبعا أكيد نرحب بالضيوف والأكارم في الاستوديو، الأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق للدراسات، أهلا وسهلا بك أستاذ، ربي يخليك. وأيضا نرحب عبر الأقمار الصناعية الأستاذ مجتبى علي حيدري، باحث ومحلل سياسي، أهلا وسهلا بك أستاذ مجتبى. تسمع الأستاذ مجتبى؟ بما أنه يؤمن الصوت مع الأستاذ مجتبى أبدأ مع الأستاذ ماجد الشويلي وأجدد الترحيب بحضرتك أستاذ ماجد. الجميع المحب للجمهورية الإسلامية في إيران، الذي يحقد على الجمهورية الإسلامية في إيران، يصف الانتخابات الإيرانية هذا اليوم هي انتخابات مهمة. تتمكن بشن اليوم أهمية هذه الانتخابات؟ هل في ظل الظروف اليوم الداخلية لإيران أم للظروف الصعبة اللي تعيشها المنطقة؟ أحسنتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ ظفر ولضيوفك الأكارم أستاذ مجتبى ودكتور حسين وللمشاهدين عموما. مثل ما تفضلت حضرتك في المقدمة أنه الانتخابات الإيرانية لها تأثير كبير جدا على مستوى الداخل الإيراني وعلى مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم، ويمكن لنا أن نقول لربما هي
من أهم الانتخابات العالمية بعد الانتخابات الأمريكية، نظرا لأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي المعرقل الوحيد والأكبر لمشاريع الولايات المتحدة الاستكبارية في المنطقة، وهي تقود محور المقاومة الذي يقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن أمريكا عندما تصنف الصين تصنف الصين على أنها منافس، وعندما تأتي على روسيا تصنفها على أنها خصم، لكن تصنف الجمهورية الإسلامية على أنها عدو. وهذا يعني حقيقة فيه دلالات كبيرة، أن تعلم جيدا من أن أمريكا هي تخشى من استقرار واستمرار النظام في الجمهورية الإسلامية على هذا النحو. كانت دائما تحاول أن تستثمر، تحاول أن تشكك، تحاول أن حقيقة تجد لها موطئ قدم في الانتخابات الإيرانية، ولكن لشد ما أجهض الشعب الإيراني بوعيه بتماسكه هذه المؤامرات والدسائس. أما التوقيت الذي جاءت به هذه الانتخابات، هو في الحقيقة الوضع كله الآن مشنج دوليا وإقليميا وحتى في الداخل. أولا أنها الانتخابات التي الأولى التي جاءت بعد أزمة مهسة أميني، واللي كان فيها حراك في الداخل الإيراني، والبعض كان حقيقة يراهن على عزوف أو مثلا تراجع تأييد الثورة الإسلامية وتأييد النظام في الداخل. وهذه الانتخابات التي شاهدناها اليوم حقيقة فيها تأييد وإقبال كبير جدا، وهو تأييد للنظام الإسلامي وللثورة الإسلامية. أيضا أنها تأتي في ظل ترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية واحتمالية يعني عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمكن أن ينتهج يعني منهج متشدد أكثر مع إيران على المستوى الاقتصادي أو على يعني الحصار أو غير ذلك. وكذلك أيضا الاعتبارات الإقليمية وطوفان الأقصى وتداعيات طوفان الأقصى أيضا، واحتمالية أن تقوم يعني يقوم الكيان الغاصب بشن هجوم أو حرب أو توسع نطاق المعركة مع الكيان الغاصب والولايات المتحدة. اليوم أريد أتوقف معك بأمر مهم جدا. اليوم عندنا انتخابات تشريعية اللي هي اليوم أجريت اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وأكو انتخابات رئاسية نفس الأهمية، لو الرئاسية أهم لو التشريعية أهم؟ لا، في الحقيقة النظام في الجمهورية الإسلامية قائم على فلسفة السيادة الشعبية الدينية. كل المناصب في الجمهورية الإسلامية خاضعة إلى الانتخاب. كل المناصب، كل المراكز في الجمهورية الإسلامية هي حقيقة الشعب إلى دور باختيارها، بدءا من القائد، بدءا من الإمام قائد الثورة الإسلامية، وانتهاءا بأصغر يعني حتى في الحكومات المحلية. الانتخابات يؤثر بعضها بالبعض، يعني الانتخابات التشريعية أو مجلس الشورى يؤثر، لربما مثلا عندما تكون الكفة إلى خط دون الخط الآخر تؤثر في اختيار رئيس الجمهورية. ولكن كما تعلمون أن النظام في الجمهورية الإسلامية أيضا هو نظام رئاسي، أي أن الرئيس ينتخب بشكل مباشر من قبل الشعب. نقدر نصنفه أنه هو نظام رئاسي أو شبه رئاسي؟ لا، هو تقريبا أقرب إلى الشبه الرئاسي، أقرب إلى، ولكن أيضا الرئيس ينتخب بشكل مباشر. طبعا الجمهورية الإسلامية كان نظامها نيابي برلماني، ولكن حصل تغيير في بداية أو بواكير الثورة الإسلامية واختير النظام الرئاسي بهذا النحو. أيضا هناك انتخابات مهمة جدا، وهي انتخابات مجلس خبراء القيادة اللي بدوره، وهذا من أعلى المراكز الرسمية في الجمهورية الإسلامية، اللي هو يقوم بتعيين القيادة وأيضا متابعة ومراقبة وتقييم عمل. أكيد راح نتحدث على هذا الموضوع المهم. نرجع إلى الأستاذ مجتبى علي حيدر، الباحث والمحلل السياسي من طهران. أهلا بك أستاذ مجتبى. أهلا بك. نعم أستاذ مجتبى، أريد أبدأ وياك بنفس السؤال اللي سألت به الأستاذ ماجد. الجميع يصف هذه الانتخابات بانتخابات مهمة، انتخابات مفصلية، خاصة التوقيت اللي اجت به
الأحداث اللي قاعد تشهدها المنطقة، وين أهمية هذه الانتخابات وشنو تختلف عن الانتخابات الماضية وقبل الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين. نعم، بالنسبة إلى هذه الانتخابات هي انتخابات هامة ومفصلية، خاصة مع التطورات التي نشهدها في المنطقة والقضايا الإقليمية المهمة. أنا فقط أريد أن أؤكد يعني قبل أن أتحدث عن التطورات الإقليمية حول المشاركة الواسعة التي شهدناها منذ الصباح اليوم منذ بدء العملية. حقيقة كانت مشاركة واسعة خاصة في المدن الصغيرة وفي القرى، وكانت يعني حتى الآن نرى مشاهدة كبيرة جدا. أما على مستوى المدن الكبيرة أيضا هناك يعني مشاركة كبيرة، لكن لم تصل إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية. يعني دائما في إيران في الانتخابات الرئاسية تكون المشاركة في المدن الكبرى أكبر من المدن الصغيرة، وفي الانتخابات البرلمانية يكون العكس. أنا أتصور بأن نسبة المشاركة ستكون أكبر من الدورة الماضية، وهذا بحد ذاته يعتبر نصرا كبيرا ليس فقط لإيران وللنظام في إيران. بل أستاذ مجتبى، كم تتوقع نسبة المشاركة؟ كم تتوقع نسبة المشاركة؟ تعبر 50%؟ يعني كل الإحصائيات تقول أن نسبة المشاركة ستكون أكثر من 40%. في الدورة الماضية كانت نسبة المشاركة يعني 41%، وهذه المرة يبدو أن المشاركة ستكون أكبر، لكن ليس لدي توقعات حول هذا الموضوع ويجب أن ننتظر. لكن نعم، الإحصائيات الرسمية يعني مراكز استطلاع الرأي تقول بأن المشاركة ستكون أكبر من الدورة السابقة، خاصة بعدما مرت إيران به من احتجاجات وأحداث كبيرة في الداخل. هذا حجم المشاركة إذا كانت أكبر من السابق سيكون نصر كبير يعني بالنسبة لإيران. نعم، طبعا ابقى ويانا اكيد استاذ مجتبى، وراح نكملين اليوم التغطية. استاذ ماجد، اريد اتحدث وياك بتصريح للسيد الخامنئي دام ظله قائد الثورة الإسلامية في إيران، اللي تقريبا تكلم بكلام قال انه المشاركة القليلة وعدم المشاركة الواسعة ما راح يستفاد الجميع بل سيتضرر الجميع. شنو هذه الرسالة اليوم اللي وصلها اليوم للشعب الإيراني؟ هل اليوم قوة إيران وقوة الجمهورية الإسلامية في إيران هي الانتخابات واستمرار هذه الانتخابات؟ أحسنتم كثيرا. في الحقيقة كما تفضلتم من أن قوة النظام الإسلامي كما أشرنا في سالف حديثنا هي تستند إلى الإرادة الشعبية وإلى التأييد الشعبي المستمر. تماسك السلطات الثلاثة، تماسك النظام قائم على هذا التأييد الشعبي، لأن الجمهورية الإسلامية حقيقة تمر بظروف عصيبة، حصار قال عنه ترامب من أنه استراتيجية الضغط الأقصى، هذا من جهة. التحديات يعني اليوم التحديات الإقليمية اللي تواجهها الجمهورية الإسلامية، واتهام الصهاينة والأمريكان للجمهورية الإسلامية بأنهم هم الذين يقفون خلف طوفان الأقصى، وهذا يحتاج تأييد جماهيري. القرارات المصيرية والانعطافات الكبيرة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية عادة ما يفشلها الشعب. هناك مؤامرات ودسائس كبرى، حتى أنكم تتذكرون والمشاهد الكريم يتذكر معنا عندما تحدث الإمام الخامنئي في الاحتجاجات الداخلية التي مرت. أنه مورس ما يعرف بالحرب المركبة، وهي أبشع وأخطر أنواع الحروب مورست، وهي حقيقة آخر ما توصل له يعني العقل الشيطاني للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجهاض تجربة النظام الإسلامي. الإقبال الشديد من قبل الشعب الإيراني هو استفتاء على النظام وهو تأييد للنظام. هذه التجربة الإسلامية الفريدة والوحيدة في المنطقة وفي العالم تحتاج هذا الزخم الشعبي على طول الخط، حتى لا يقال من أن بعد مثلا 4 عقود من الزمن تراجع التأييد لهذه الثورة، لأن هناك دعايات
واقعا. وهناك من شكك كما ذكرنا، نعم، شكك بهذه الانتخابات وقال من أن النظام هرم ومن أن هذه الأجيال لم تعد تجد لها علاقة أو صلة بهذا النظام. لا، هذه الانتخابات هي عبارة عن استفتاء وتأييد للنظام الإسلامي، وأيضا على تأييد لمواقف الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية بدءا من القيادة وانتهاءا بآخر مفصل من مفاصل القيادة. نعم، نرجع مع الأستاذ مجتبى علي حيدري. أستاذ مجتبى، اليوم للأسف يعني ممكن معلومات للجميع، للدول العربية خارج إيران ممكن ما يعرفون يوم تركيبة النظام السياسي في إيران. نظام لديه مؤسسات كثيرة جدا، عندنا اليوم انتخابات مجلس الشورى الإيراني وانتخابات مجلس الخبراء القيادة. هل هناك ربط بين عمل المجلسين؟ أنا يعني حسب ما بحثت وشفت وأيضا درست في كلية العلوم السياسية أنه مجلس الشورى هو الذي يهتم بمراقبة عمل الحكومة ورئيس الجمهورية، ومجلس القيادة وخبراء القيادة هو الذي يهتم بمراقبة أعمال القائد قائد الثورة الإسلامية. نعم أستاذ مجتبى، تسمعني؟ إلى أن يتأمن الصوت مع الأستاذ مجتبى. سؤال وجهته الأستاذ مجتبى، نعم، هل هناك ربط بين عمل المجلسين خبراء القيادة ومجلس الشورى لو هو منفصل؟ أنا حسب اليوم ما أشوف وبحثت عن هذا الموضوع أنه تقريبا كل مجلس له تخصصاته وأموره بعيد عن الآخر يعني، فهل هناك ربط بين المجلسين بعمل واحد؟ لو لا يوجد ربط. لا، هو في الحقيقة مجلس الشورى يعني هو يقابل البرلمان في كل بلدان العالم، نعم، وهو مهمة التشريع وأيضا الإشراف وتقييم عمل السلطة الرئاسية، نعم، هذا في الدرجة الأساس يعني، ويتم انتخابه بشكل مباشر، نعم، من قبل الشعب. أيضا هناك يعني هيئة مهمة رسمية هي مجلس صيانة الدستور، اللي هذه هي تحافظ على إسلامية التشريعات وأن تكون في توافق مع نظام الجمهوري. يعني فرضا إذا ظهر قانون أو قرار من مجلس الشورى يخالف الشريعة الإسلامية ممكن يلغي. أحسنت، قد لا يلغى إذا دافع، يعدل، قد يعدل، نعم، وقد لا يلغى. وفي حال حصل يعني تزاحم أو حصل نوع من الاشتباك واختلاف في الرأي، هناك مجلس آخر اللي هو اسمه مجلس تشخيص مصلحة النظام، 31 عضو فيه. كيف يكون اختيارهم لهذا؟ اختيار 31 من قبل القيادة العليا، من قبل الإمام القائد، ما عدا رؤساء السلطات الثلاثة اللي يكونون يعني من ضمنها من دون اختيار القائد، يعني ذولي دائميين، يصبح دائميين بنوعهم. العلاقة حقيقة تكاملية. إذا ننظر إلى نظام السيستم اللي موجود في الجمهورية الإسلامية هو علاقة تضامنية تكاملية، يعني صنع القرار في الجمهورية الإسلامية حقيقة يمر بمخاضات ليس سهلة، يعني خاصة السياسة الخارجية يعني، وخاصة القرارات المصيرية. هناك صلاحيات للقائد، هناك صلاحيات للرئيس، هناك صلاحيات لمجلس النواب ومجلس صيانة الدستور. هذه كلها أفرزت نظام فريد ووحيد من نوعه في المنطقة، ولكن أثبت خلال هذه التجربة أنه قادر على استيعاب الأزمات والانعطافات الكبرى. يعني أن هذه الهيئات الرسمية لا تتنافر، أو حتى وأن يعني نوعا ما حصل في ما بينها تجاذب، فهي لا تصل إلى حد يعني تقويض عمل الدولة، بل على العكس. يعني شاهدنا كيف أن هذا النظام استطاع أن يتخطى عقبات كؤود يعني في طريقة، يعني منذ الحرب المفروضة على عمره سنة واحدة وحرب. بالضبط بحرب. بالضبط، نعم، بالضبط، نعم، بالضبط، 8 سنوات. بالضبط، والحصار أيضا، نعم، وما إلى ذلك. لذلك نقول أنه هذه الهيئات الرسمية هي تكاملية، كل واحد منها، ولكن كلها تبقى لمن تابعة. هذا اللطيف في هذا النظام، نعم، أنه تابعة إلى نظر الشعب، يعني يبقى السيادة للشعب، كلها منبثقة، كلها منبثقة عن الإرادة الشعبية. أنا قلت لحضرتك قبل لا يبدأ البرنامج، في بريطانيا النظام ملكي،
لكن وفي إيران النظام إسلامي، لكن الفارق أنه الملكة في بريطانيا لا تنتخب وإنما بالوراثة، رأس الدولة، رأس النظام أصلا، رأس النظام الملكي. لكن في إيران رأس السلطة اللي هو القيادة اللي هو الولي الفقيه ينتخب، والشعب إلى حق بالاختيار، وإن كان هذا الانتخاب بصورة غير مباشرة، ينتخب مراجع دين، ينتخب أساتذة حوزات 88 مجتهد لديهم القدرة على تشخيص القيادة بحسب الكفاءة والدراية والقدرة. لذلك نقول من أن النظام الإسلامي هو نظام فريد من نوعه، ويتمتع بعناصر قوة مكنته ومدته حقيقة بزخم كبير جدا لتخطي كثير من العقبات. نعم. هل الصوت مع الأستاذ مجتبى جاهز؟ أستاذ مجتبى، نرجع مع الأستاذ مجتبى علي حيدر، الباحث والمحلل السياسي من طهران. رحب بك من جديد أستاذ مجتبى. شكرا. أستاذ مجتبى تسمعني؟ بلي أسمع الصوت. نعم جيد. أستاذ مجتبى، أريد أسألك بخصوص اليوم الانتخابات وحظوظ الكتل أو الأحزاب المشاركة أو المرشحين، لماذا كل الأنظار والتوقعات تقول أن هذه الانتخابات ستفرز على سيطرة كبيرة للمحافظين وتراجع كبير جدا للإصلاح؟ شنو السبب؟ طبعا لا أتوقع ذلك. يعني بالنسبة إلى البرلمان المقبل سيكون يعني فيه أربع أقليات كبيرة، وستكون هناك حصة للإصلاحيين. طبعا الإصلاحيين هم جاءوا ب يعني مع المعتدلين، يعني هم جاءوا بقائمة موحدة مع المعتدلين، وبالتأكيد سيكون لهم هناك حضور في البرلمان. وأيضا هناك الأصوليين المقربين من رئيس البرلمان الحالي السيد قاليباف، وأيضا هناك أنصار أحمد النجاد، هم أيضا في المدن موجودين، وأيضا جهة أخرى هم المستقلين. لذلك يمكن أن نقول بأن أربع أقليات كبيرة ستكون في البرلمان المقبل. لكن بالنهاية نعم، حظوظ الأصوليين أكبر، وحتى الأسماء الإصلاحية التي دخلت في للانتخابات هذه المرة هم يعني قريبون جدا من أستاذ مجتبى. أريد أتوقف معك بأمر مهم جدا. التباين سيكون في السياسة الداخلية وعن طريقة إدارة البلد، أما بالنسبة إلى السياسة الخارجية يبدو أن هناك تقارب، خاصة أن المعتدلين الذين هم شاركوا هذه المرة مع الإصلاحيين هم يعني في السياسة الخارجية يفكرون بنفس الطريقة التي يفكر بها. نعم أستاذ الطرف مجتبى. الأصولي خاصة في قضية غزة ونصرة غزة، يعني بعد طوفان الأقصى سمعنا من الإصلاحيين، أستاذ مجتبى تسمعني، قادة الإصلاحيين وأيضا من الأصوليين كلام واحد، وكلهم كانوا قد وقفوا إلى جانب غزة. نعم أستاذ مجتبى، أنه الأستاذ علي مطهر نشر قائمة من 30 مرشح وأسماها صوت الشعب، وأيضا هناك ثلاث أحزاب إصلاحية تشارك، حزب الاعتدال المقرب من الشيخ حسن روحاني دعم قائمة مطهري، ولكن في المقابل أن هناك أربع قوائم محافظة اشتركت بالانتخابات، هل هناك أيضا عدم توافق بين المحافظين الداخلين لهذه الانتخابات؟ نعم بالتأكيد، يعني الخلافات بين المحافظين أكبر بكثير من الخلافات بين الإصلاحيين، خاصة وأن جبهة الصمود يعني وما يسمى في إيران جبهة برايداري، جبهة الصمود، وأيضا الطرف الآخر يعني المقربين من السيد حداد عادل الرئيس البرلمان الأسبق، وأيضا مع السيد قاليباف الرئيس الحالي، كانت هناك صراعات كبيرة بينهم. هم جاءوا بقائمة واحدة في طهران لكن اختلفوا في جميع المدن، لذلك نحن نرى أن هناك اختلافات كبيرة. طبعا هذه الاختلافات نقطة مهمة، أن كل هذه الاختلافات هي حول إدارة البلد في السياسة الداخلية، يعني معظم البرلمانات السابقة كانت هناك الخلافات في السياسة الخارجية كما ذكرت، خاصة في
قضية موضوع الملف النووي. هذه المرة مختلف الأمر كليا، حيث أننا نشهد أن كل الخلافات حتى بين المحافظين والأصوليين هو حول السياسة الداخلية، يعني لا أحد يتحدث حول السياسة الخارجية، الكل بدأ يتحدث عن الداخل وعن طريقة التعامل مع الداخل، وبدأت خلافات كبيرة، كل طرف يتحدث عن طريقة وأسلوب مختلف عن الآخر. من الممكن أيضا أن نرى اختلافات أكبر بعد فوزهم في الانتخابات، وأنا أتصور أننا سنشهد كتل جديدة. يعني صحيح أن قاليباف وجبهة الصمود اتفقا على قائمة واحدة في طهران، لكن بالتأكيد بعد دخولهم إلى البرلمان سيكون هناك خلافات من جديد، وكل طرف سيكون له رأي في أستاذ مجتبى، يعني معظم القضايا مختلف عن الطرف الآخر. نعم أستاذ مجتبى. أرجع وأي الأستاذ أكيد أستاذ ماجد. أستاذ ماجد اليوم أرجع من كلام الأستاذ مجتبى اللي تحدث. أنا ما سمعت. نعم ما سمعت، أكو خلل بالصوت داخل الأستاذ، كان سمعت من خلال الأربيس الموجود في أذني. أريد أتحدث وياك بأمر مهم جدا، ولو أن ما أريد اليوم أبتعد عن الانتخابات الإيرانية، ولكن الشيء الجميل والملفت أنه لديهم خلافات سياسية صحيح. المحافظين والأصلاح، ولكن عندما يصلون إلى قرار يخص إيران خارجيا الجميع يتوحد تحت راية واحدة، تحت قرار سياسي. إحنا إذا حزب زعل راح لدولة الفلان، ذاك راح لأردوغان، ذاك منك مش، فهذه مشكلة. اليوم هذه تحسب اليوم طبيعة النظام الإيراني، النظام خارجيا متوحد مع الخلافات الموجودة سياسية داخليا. الجمهورية الإسلامية السبب، يعني الرئيس اللي يعود لهذا التماسك الكبير هو الثقافة، ثقافة الشعب، ولأنه هذا النظام ينتمي إلى الإسلام وهو عقيدة الشعب يعني بشكل عموم. وأيضا السبب الآخر، هم يشعرون من أن التحدي كبير من الولايات المتحدة، وتحدي مو فقط يعني للنظام السياسي، بل تحدي لعقيدتهم وثقافتهم وأرثهم الكبير. ولأنهم أيضا شعروا من أن هذا، وتنمسوا من أن هذا النظام نظام عادل، يعني القيادة عادلة، وفيه مستوى كبير تحقق من مستوى الرفاهية والخدمات ومشاكل. الشعوب تنقسم قسمين، أكو شعوب تحكمها قاعدة التمر، إحنا نعبر عنها، إذا الضغط يتماسك، وأكو شعوب حقيقة تحكمها قاعدة البيض، إذا ضغطت عليه يكسر بعضه البعض الآخر. الإيرانيين هكذا، كل ما ضغطت عليهم يتماسكون أكثر، لديهم خلافات في الداخل. نعم. وهناك تيار محافظ وتيار إصلاحي، لكن الملاحظ بعد إجراء الانتخابات تهدأ هذه الخلافات، يعني يحتكمون، لديهم ثقة. ولذلك شفنا رموز من التيار الإصلاحي بادروا إلى الانتخابات بشكل مبكر وأدلوا بأصواتهم، وكثير إلا النزر اليسير من الخط الإصلاحي اللي قاطع الانتخابات، وهم في ظل الانتخابات يعبرون عن آرائهم وبكل حرية، ووصلوا وبكل حرية، يعني خاتمي وصل إلى الرئاسة، حسن روحاني وصل إلى الرئاسة، الشيخ الرفسنجاني وصل إلى الرئاسة، أمر جدا طبيعيتهم. يعني الخلاف في دا يعني في إطار النظام، مو خارج إطار النظام، والكل يشعر من أن النظام، نعم وهذا موجود. يعني اليوم أنت شوف حضرتك في أمريكا هناك خلافات تصل إلى حد أنه يعني الحديث عن تفكيك الولايات المتحدة الأمريكية، والاقتتال والحرب الأهلية. في الجمهورية الإسلامية هناك تماسك شعبي، هناك تضامن بين هذه المؤسسات. في الجمهورية الإسلامية يحتكمون إلى القانون، وإلا يعني حتى الإصلاحيين يصلون بكل يسر وسهولة، ويعرفون أن التنافس يعني تنافس نزيه، وممكن في أي لحظة، ولطالما حدث هذا التباين، يعني أحيانا يصير مثلا الرئاسة للإصلاحيين والبرلمان إلى المحافظين، طبيعي جدا. نعم، وهذا لربما مورد ثراء، وحقيقة هذا إثراء للنظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية، هذه قوة للنظام، قوة السياسي، قوة هذا قوة. نعم. طبعا أحبة المشاهدين، لدينا بعض الإحصائيات التي تخص اليوم نسب المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في الدورة الـ 12. طبعا أحبة المشاهدين،
مثل ما تشاهدون امامنا انه هو مجلس الشورى تقريبا مثل ما نسميه احنا هو البرلمان، مثل ما موجود عندنا البرلمان العراقي. 11 انتخابات، قبل هذه الانتخابات نسب المشاركه نسب متباينه ومختلفه من سنه الى اخرى. فمثلا عام 1980 هي الدورة الأولى، أي بعد الثورة اللي كانت عام 1979 شارك 52% من الشعب الإيراني بالانتخابات، وعام 1984 65%، رقم يعتبر جيد. وعام 88 في سنة نهاية الحرب شارك 60% من الشعب الإيراني في هذه الانتخابات، 92 كان 58%. السنة الأعلى مشاركة بالانتخابات الإيرانية في مجلس الشورى هو كان عام 1996 اللي وصلت إلى 71%، عام 2067، عام 2004 51، عام 2008 55، وعام 2012 64%، نسبة تعتبر جيدة جدا. عام 2016 62%. وصلنا إلى السنة الأقل مشاركة هي عام 2020، فقط 42% من الشعب الإيراني شارك بانتخابات مجلس الشورى. وملاحظة أنه في هذه السنة كان في عز تفاقم كوفيد 19، المرض اللي سيطر اليوم، الفيروس اللي سيطر وعطل الكثير من البلدان، فممكن كان هناك تأثير. فإحنا منتظرين هذه السنة كم ستكون هذه النسبة. مجلس الشورى الإيراني لديه بعض المميزات للأقليات بتوفير مقعد واحد للكثير من الديانات، اليهود وغيرها، وللأرمن هناك مقعدين بسبب اليوم أنه عددهم كبير جدا في إيران. الإعلام الغربي الذي يتحدث اليوم عن حرية الرأي وعن اختلاف القوميات، اليوم مثلا خوزستان المنطقة اللي بها سكان عرب كثير جدا عندها 18 مقعد، كردستان لديها تقريبا 4 مقاعد، أقل محافظتين من المقاعد هي قم وإيلام ب3 مقاعد فقط. طبعا مثل ما شاهدتوا هذه الإحصائيات ومكملين تغطيتنا لهذا اليوم. طبعا أحبة المشاهدين، يعني الآن نرحب بالضيف الجديد اللي أطل علينا أيضا من طهران، الدكتور حسين ريو يوران، أستاذ كلية الدراسات العالمية في جامعة طهران. وكل التحية والشكر للأستاذ مجتبى علي حيدري الباحث والمحلل السياسي من طهران. أهلا بك دكتور حسين. أهلا وسهلا بكم. نعم دكتور، أريد أتحدث وياك على نسب المشاركة. يعني مثلا عام 1996 وصلت نسبة المشاركة إلى 71%، وهي أعلى نسب مشاركة. الانتخابات الأخيرة والتخوف الأخير من عام 2020 اللي وصلت النسبة إلى 42%، وهي أقل نسبة مشاركة. اليوم حتى دعوة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، دعوة اليوم الحكومة الإيرانية، دعوة اليوم كل الإعلام الإيراني يتحدث أنه يريد أنه يجذب الناخب الإيراني، لأن مثل ما قلنا أنه ممكن قوة الانتخابات وقوة المشاركة هي قوة للنظام السياسي وقوة للدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك للضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. نعم، يعني موضوع المشاركة هو مؤشر مهم، لأن أساسا النظام السياسي في إيران هو نتاج ثورة شعبية شاركت فيها تقريبا شارك فيها كل الشعب الإيراني واستطاعت أن تنتصر. من هنا الحضور الجماهيري هو سمة من سمات النظام السياسي في إيران في كل الانتخابات، وحتى في موضوع يعني الثورات قبل الثورة الإسلامية هي كانت ثورات أقلية طليعية كالثورة الفرنسية أو الثورة البولشيفيكية، في حين أن الثورة الإسلامية هي كانت ثورة الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني. من هنا طبعت الثورة والنظام السياسي في إيران، أي الجمهورية الإسلامية في إيران، بالحضور الجماهيري. الموضوع الآخر، نعم هذه النسبة تتفاوت لأسباب عديدة، يعني كما رأينا في بعض الأحيان بعض الأطراف في الداخل أنه تكون يعني تدخل بقوة
كما حدث في عام 95 أو 96 عند انتخاب السيد خاتمي مثلا، والمجلس السادس كان في تلك الفترة، أنه كانت المنافسة قوية جدا وأدى إلى ما أدى من حضور كثيف جدا للمشاركة في الانتخابات، ولكن في بعض الأحيان لم تكن هناك وجوه يعني معروفة كثيرا، وهذا ما يؤدي إلى فتور ونزول لنسبة المشاركة في الانتخابات. نسبة المشاركة هي يعني تعكس الظرف الذي تعيشه الانتخابات من منافسة حقيقية وطاحنة أو منافسة عادية داخل المجتمع الإيراني بين التيارات السياسية، وخاصة التيار الأصولي والتيار الإصلاحي. نعم دكتور، رد أتحدث وياك أستاذ ماجد اليوم أنه رد عن أنه يتكلمون أنه بموضوعة أنه هو نظام الإيراني نظام قمعي وغيره ودكتاتور، وأنه ما ينطي مثلا حقوق الأقليات وغيره، يعني فرضا أنه لليهود والأرمن والآشوريين لهم حق التمثيل بمقعد واحد، والأرمن لديهم خصوصية بمقعدين في هذه الانتخابات، يعني أنه أكل أقليات لديهم مقاعد مثل الكوتا اللي عندنا موجودة بها العراق، إضافة إلى اليوم أنه طهران لديها 35 مقعد، خوزستان والمشاركة كانت مشاركة عربية هذا اليوم مشاركة قوية جدا، قوية جداً من أعلى تقريبا المحافظات، لديها 8 مقاعد. عفوا كردستان، أنا قلت 4 مقاعد، كردستان اللي أيضا يقولون القومية الكردية تتعرض للأذى وغيرها لديها 8 مقاعد، إذن لديهم الحقوق الكاملة، لديهم مقاعد كبيرة بالانتخابات يعني. وفي فرضا أنه اليوم ينتقد الانتخابات الإيرانية هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي ترامب قال أكو بعض الموتى صوتوا لبايدن يعني، صحيح، وهذا الضحك اللي صار في انتخاباتهم الأخيرة. ولطالما يعني الانتخابات الأمريكية يحسم أمرها بالمحكمة العليا دائما، يعني ولطالما تكون هناك أدلة وظهرت أمام شاشات التلفاز كيف يتم التلاعب بالأحجام الانتخابية. نعم. ولطالما بدأوا أو كانوا يتحدثون عن احتمالية نشوب حرب أهلية بسبب نتائج الانتخابات، يعني بينما تأتي إلى إيران يعني رغم هذا مثلا الاختلاف العرقي والمناطقي واختلاف في الثقافة. قبل ما تكمل أستاذ، اليوم هل قوة النظام الموجود في إيران هو احتضان الأقليات؟ يعني هذا جزء من عنده. أنا يعني أشرنا وأشر الضيوف الكرام من أنه بتقديراتنا من أهم عناصر القوة اللي يتمتع بها النظام في الجمهورية الإسلامية أنه هو السيادة الشعبية الدينية، الدين جامع، بينما اعتبر في كثير من البلدان الدين مانع ومفرق. هنا الدين الإسلام، غالبية الشعب الإيراني هم مسلمون، نعم، من المسلمين، فالهوية الأساسية هي هذه الجامعة، هو جمهورية إسلامية، والكل يعتقد من أن نظام الجمهورية الإسلامية يحفظ يعني الدين ويحفظ هذه القيم، وهذا لا يتقاطع مع وجود القوميات. القوميات والأعراق محترمة جدا كما أراد الله سبحانه وتعالى، نعم. لذلك هذا كان يعني أصلا كما أشرنا أن التنوع العرقي والقومي في الجمهورية الإسلامية ما دام الإسلام هو المظلة أصبح عنصر قوة وليس عنصر ضعف في ذلك. والتمثيل موجود بحسب السياقات المتحضرة والمعاصرة بالقوانين، نعم. اليوم تمثيل موجود، حرية موجودة، تعبير عن الإرادة موجودة، أضف إلى أن الإجراءات اليوم مثلا عندما تجد أن هناك خدمات، النظام عندما يقدم خدماته مو على أساس هذا كردي وهذا عربي، وهذا يقدم الخدمات على أساس المواطنة، نعم. وهناك أيضا في المحافظات والمجالس المحلية يعني هناك انتخابات تجرى، يعني هذه المناطق مثلا والقوميات منين يعني ممثلوها؟ كلهم يأتون عن طريق الانتخابات، المجالس المحلية والأقضية، احنا بتعبيرنا أقضية ومحلية ونواحي، هم أيضا هكذا
يعني ينتخبون من قبلهم، يعني لربما أنت لا تجد مثلا من يفرض على الكرد أن يكون مثلا رئيس أو القائم مقام أو المدير الناحية هو من طائفة أخرى أو من قومية أخرى. هذه كلها حقيقة أفرزت لنا طمأنينة وتماسك وإيمان بهذا النظام، وهذا ما جاي عن طريق يوم أو سنة سنتين، هذا عقود من الزمن تراكمت وولدت ورسخت هذه القناعة. نعم لربما تحصل هنا وهناك خلافات تباينات، ولكن تحل وتعالج في إطار هذا النظام السياسي. أغلب الخلافات الصدامة بعد الانتخابات الرئاسية قد تكون نعم تحصل في الرئاسية، ولكن أيضا لاحظ الفارق، أنا قلت أنهم يحتكمون إلى صناديق الاقتراع. هو الفيصل نعم. بعدها تشوف الشعب الإيراني متماسك متعايش، نعم عنده حرية على بالتعبير، إعلام موجود، إعلام يعبر وينفس عن كروبات طبيعي جدا. الآن اليوم وكالات إعلامية إيرانية بداخل إيران أعلنت مقاطعة انتخابات طبيعي جدا. ولكن الجميل الذي تفضلت في حضرتك، كلما حاول الضغط عليهم كالمسمار، يعني كلما كان هناك ضغط خارجي أو تهديد خارجي يترسخ النظام، نظرية التمر هذه التماسك الشعب ويترسخ النظام وقناعة الشعب بهذا النظام. نعم، أعود مع الدكتور حسين. اليوم دكتور حسين تسمعني؟ نعم أنا أسمعك. نعم دكتور، بما أنك قريب اليوم من الداخل الإيراني، لدي تساؤل، يعني الصراحة ممكن أيضا أسمي تساؤل شخصي. لدى العاصمة طهران أكثر من 30 مقعد في مجلس الشورى، ولكن في كل دورة انتخابية تكون العاصمة هي الأقل مشاركة بالانتخابات التشريعية، ولكن القرى والمحافظات الأخرى البعيدة عن المركز هي الأكثر مشاركة. ما هو تفسير هذا؟ يعني دعني أعقب بعض الشيء أولا على ما تفضل به الضيف الكريم، وأعود للسؤال حتى إن شاء الله. يعني أولا حسب الإحصاء الذي جرى قبل 10 سنوات، في مقابل كل 250 ألف شخص ينتخب نائب، والاستثناء في هذا الإطار هو الأقليات. يعني الأرمن هم 300 ألف، ولكن ينتخبون نائبين، يعني مقابل 150 ألف. الزرادشت 70 ألف مجموعهم، ولكن لهم نائب، في حين المسلمون يعني 250، اليهود 20 ألف ولهم نائب، الآشوريين أيضا هم 20 ألف في إيران ولهم نائب. من هنا هناك حالة تسامح مع ممثلي الأقليات في عدم الالتزام بالعدد الذي أقره القانون. هذا أولا. ثانياً، يعني الآن عدد النفوس في إيران 85 مليون، يعني على أساس هذا 250 ألف أنه يجب أن يكون 340 مقعد في مجلس الشورى الإسلامي، ولكن هو بما أن ليس هناك إحصاء جديد وهذا الإحصاء تخميني لا زال باقي على 290. من هنا كل نائب تقريبا هو مقابل أكثر من 300 ألف، في حين نواب الأقلية هم أقل بذلك بكثير. صحيح. العاصمة طهران لها خصوصية، هناك أكثر من 12 مليون يسكنون طهران، هناك حالة تلوث في طهران. من هنا هناك الكثير من أهل طهران يمتلكون يعني بيوت أو بساتين في أطراف طهران باتجاه الشمال أو باتجاه الشرق أو باتجاه كرج، وعندما تكون هناك عطلة رسمية يخرج من طهران أكثر من 5 مليون شخص إلى ما يمتلكونه من يعني بساتين أو بيوت خارج طهران. هذا العدد ينتقل من طهران إلى المحافظات الأخرى، يعني هو قد يكون في طهران يعني عدد المشاركة أقل، ولكن هناك أسباب أخرى منها هذا الموضوع. في أيام العطل
تخرج هذه العائلات إلى الريف وإلى الضواحي، وهذا ما يجعل المشاركة في طهران نسبة لعدد السكان أنه أقل من باقي المحافظات. نعم، شكرا دكتور حسين على هذه المعلومات. يعني طبعا أحبة المشاهدين، بعض المعلومات أنه 61 مليون إيراني لهم حق الانتخابات، 59 ألف مركز اقتراع يتنافس 15200 شخص مرشح على مجلس الشورى، وهذا يعتبر أكبر عدد من المتنافسين. يتنافس 144 شخص على مجلس خبراء القيادة. طبعا أستاذ ماجد، أنه تحدث الدكتور حسين على موضوع أنه توفير الأقليات، يعني مثلا اليهود 20 ألف شخص، صحيح، أو 20 ألف نسمة ولديهم مقعد. نعم. في نظر أنه يعني المسلمين أنه 300 ألف بمقعد واحد، يعني حتى هناك تساهيل أكثر وغيرها من هذه الأمور. ماذا تنتظر اليوم، ماذا ينتظر أعداء إيران وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الانتخابات؟ هل كانوا منتظرين اليوم تصير ضوضاء، تظاهرات، حرق لأماكن وغيرها، وفشلوا كالعادة؟ لو شنو اليوم؟ هو في الحقيقة أعداء الجمهورية الإسلامية يتربصون بها الشر. نعم. منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة الإسلامية، ولكن كما أشرتم ينتظرون مثلا العزوف عن الانتخابات والمشاركة حتى يقال من أن هذا النظام فقد شرعيته بالدرجة الأساس. ينتظرون أن تقوم هناك مثلا، يكون هناك خلل في النظام أو السيستم الانتخابي، ينتظرون أن تجري تغييرات يعني جذرية في مجلس الشورى لبعض المناوئين أو غير المقتنعين بالنظام الإسلامي، يعولون على مثلا في انتخابات مجلس قيادة، مجلس خبراء القيادة، لربما تأتي يعني شخصيات لها رأي آخر في القيادة، لربما يعولون كثيرا على يعني ما بعد، مرحلة ما بعد السيد القائد، يعولون على تغيير مواقف الرئاسة. شوف الرئيس في الجمهورية وفي كل النظام الديمقراطي، الرئيس عندما يكون، عندما يتمتع بسند برلماني منسجم معه، نعم، تكون قرارات الدولة مسبوكة ومحبوكة وفيها استقرار عالي. هم ينتظرون أن يحدث تباين ما بين الرئاسة وما بين مجلس الشورى، حتى لربما ينتزعون من بعض من الجمهورية الإسلامية بعض المواقف في ما يتعلق بمحور المقاومة، فيما يتعلق بالملف النووي، ينتزعون منها بعض المواقف أو التراجع لعله هكذا يتأملون. لكن عندما يقبل الشعب هكذا ويؤكد على أنه مؤيد ومساند لمواقف الجمهورية رغم هذه الضغوط الكبرى من الحصار ومن التهديد، صح، ومن غير هذا، حقيقة يفشل ويحبط أمانيهم، وصلوا إلى مرحلة الأعمال الإرهابية داخل إيران. نعم، الجمهورية الإسلامية متعودة على هكذا أعمال، بل بالعكس أثبتت التجارب حقيقة السابقة من أن هذه الأعمال الإرهابية تزيد من قناعة وإيمان الشعب الإيراني بثورته وبقيادته ويتماسك أكثر كما أشرنا. نعم. لذلك اليوم هم حاولوا في الدرجة الأساس، كانوا يتصورون بعد الأحداث الاحتجاجات الداخلية عقب وفاة مهسة، كانوا يعتقدون من أن هناك عزوف كبير جدا، حتى مثلا يروجوا إلى أن هذا النظام هرم ولم يعد يجد له تأييد داخلي. هذه النقطة كانت الحقيقة النقطة اللي سلط أعداء الجمهورية الإسلامية الضوء عليها وروج لها كثيرا، ولكن بحمد الله عز وجل نحن الآن قبل لا تصدر الإحصائيات النهائية، بحسب واضحة واضحة الصورة، أكو إقبال كبير مشارك بالانتخابات قد يفوق 45 إلى 50%. كل التحية والشكر لك الأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق للدراسات. حياكم الله، طبعا أكيد أحبة المشاهدين، ونشكر الأستاذ مجتبى علي حيدر الباحث والمحلل السياسي من طهران، ونشكر للدكتور حسين رويوران أستاذ كلية الدراسات العالمية في جامعة طهران على كل هذه المعلومات. الحقيقة أنه دائما أنا أحب أنه أغطي تغطيات الانتخابات، لأن اليوم تمثل حرية، تمثل رأي شعب،
ويا رب إن شاء الله ما ننحرم لا العراق لا إيران، ونتمنى للدول الأخرى اللي معايشة هذه الإجراءات موضوع الانتخابات اختيار ممثليهم إن شاء الله يلتحقون بهذا الركب، ركب الدول اللي وصلت إلى مرحلة أن الصندوق هو الذي يحكم شاء من شاء وأبى من أبى. إلى هنا تنتهي تغطيتنا لهذا اليوم عبر قناة الأيام الفضائية لمعودتنا دائما ومعودة سادة المشاهدين تغطية كل الأحداث والمناسبات إقليميا دوليا ومحليا. نلتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.